السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأفاضل نواب الأشعة. حالة تانية من حالات السونار اللي ممكن تجينا في التروما أو يعني ER أو من العيادة بعد فترة من التروما أو بعد فترة من عمليات زي عملية تصليح الجلوكوما اللي هي المية الزرقاء وكده. طيب دي حالة كرويدال ديتاتشمنت، تعال نشوف وصلنا لها ازاي واحدة واحدة. وبفكركم دائما وابدا نحط ستيرايل جل كمية كبيرة على العين، خصوصا في حالات الاكيوت تروما. العيان ده كان 44 سنة، جاي بجراديوال ريدكشن في الفيجن في الناحية اليمين بعد تروما بقى لها مثلا 5 أو 6 أسابيع. الهيستوري ده أنا كان في حاجة في القرنية يا دكتور وصلحوها، كورنيال ريبير بعد كورنيال لاسيريشن. فطبيعي دي العين هنا النورمال، ان الخط الابيض ده الكورنيا الحلوه، الخط الابيض بقى بتاع الكورنيا اللي هنا ايل ديفايند، ده ماشي مع الانجري بتاع الكورنيا. لو كان اكيوت هنقول كورنيا الانجري وخلاص، لو كان كورونيك بنقول كورنيا سكارينج فور كلينيكال كوريليشن، لان دي ظاهره للكلينيشن واضحه جدا. طيب دي العين النورمال، نرجع الانتيريور سيجمنت او الانتيريور تشامبر بتاعتها كلير لكن هنا فيها ايكوجينيستي يعني هيمرج. اللينس كلير لكن هنا فيها ايكوجينيستي يعني بوست تروماتيك كاتاراكت. وطبعا البوستيريو سيجمنت هنبص عليها بعد ما نحسن الجين ونزوده او نستخدم مايكرو كونفكس بروب. زي ما انتم شايفين غرق جل، ولازم نعمل مقارنه حتى لو جه على عين واحده، لازم نعمل مقارنه. يبقى الابنورمالتي اللي عندنا واحدة واحدة من قدام لورا، الايليد فيه شوية اديمة ولا حاجة، تخش بعد كده الكلاريتي بتاع الكورنيا مش واضحة، لوس اوف كلاريتي او ديفينيشن از كومبيرد للناحية التانية، يا اكيوت انجري يا اما كرونيك سكارنج. الانتيريور تشامبر فيها شوية ايكوجينيست يعني هيموريج هاي فيما. الاي لينس الانتروبيستير دايمتر زايد وفي ايكوجينيستي جواها، ممكن كابسولار ثيكنينج، كل دي علامات التروماتيك كاتاراكت. ونبص بقى على ده يمين وشمال احسن يكون برضو ايه في فورن بودي ميتس. تمام خلاص، يبقى انت شخصت يعني الابنورماتي اللي معظمها في الانتيريور سيجمنت، كل ده اسمه انتيريور سيجمنت. يبقى البوستيريور سيجمنت كويسه؟ لا لحظه، انت لازم تحرك العين يمين من شمال وتزود الايكوجينيستي وتعمق او تستخدم مايكرو كونفكس او ترانس فاجينال بروب علشان البوستيريور سيجمنت، ولو في اي هيمورج حوالين الاوبتيك نيرف ولا حاجه، او لو في ارتيريو فينس فيستولا تروماتيك يعني وكده، وان كانت هتبقى واضحه برضو اكلينيكيا. العين النورمال ما فيش اي ممبرين ديتاتشد، العين اللي فيها تروما لازم اي حاله تروما تستبعد الممبرين ديتاتشمنت وات ايفر بقى نوع الديتاتشمنت. انا شايف هنا في خط وبعديه في شويه فلويد او افيوجن مش موجود الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي واحد من الممبرينز ديتاتشد. قعدت امشي العين يمين وشمال، اذا ده الخط ده بدا يلزق وظهر خط على الناحيه الثانيه، وليكن هنا مثلا التمبورال فيلد وهنا النيزل فيلد، في ممبرين يا جماعه ديتاتشد اكيد. طيب زود الجين، مش قادر احدد النوع. طيب استخدم المايكرو كونفكس او الترانس فاجينال، حاجه زي لور فريكونسي ترانسديوسر بس طبعا مش الكونفكس، يا اما مايكرو كونفكس يا اما الترانس فاجينال هيكفي. واضح فعلا ان في ممبرين جاي على الناحيتين، ده يمشي مع ايه؟ اللي ماشي بالشكل ده بيبقى الكورويد، كورويدال ديتاتشمنت. دايما بتلاقيهم اتنين كده اوبوزنج تو ايتش اذر، ولو اكبر من كده بيبقى اسمها كيسنج كورويدز. تمام، فده كده علامه الكورويدال ديتاتشمنت. مش هتلاقيهم بيتحركوا في الدايناميك ستادي زي البوستيرو فيتراس ديتاتشمنت وزي الريتينال ديتاتشمنت، هتلاقيهم far anteriorly attached more than retinal detachment، وهوريكم رسمه كمان شويه توضح الفرق بين الاثنين. طيب المايكرو كونفكس مع زياده الجين برضو بيوضح لي حاجات ثانيه زي مثلا الفيتروس هيمريج المينيمال فلوتنج ايكوز، ممكن ما تظهرش معايا باللينير بروب لكن تظهر بالمايكرو كونفكس او بالترانس فاجين. مع الكورونيستي ده ممكن ما يبقاش هيمورتش، يكون شويه دي جينيريشن وخلاص على كده. تمام، يبقى ناخد التروما دي من قدام لورا، انت لقيت ايه؟ انا بصيت على الكورنيا النورمال اللي هي ويل ديفايند ثين ايكوجينيك لاين، هنا مش موجوده، لوس اوف ديفينيشن ان ديستنكت، يبقى كورنيال انجري. من بره خالص سجست ان في كورنيال انجري. طبعا الاي ليد من بره خالص برضه ممكن تلاقي فيه هيماتوما او هواء او ما الى ذلك او فورين بودي. رجعت ورا سنه الانتيريور تشامبر اوف انتيريور سيجمنت،
ده كلير اللي هو نورمال سايد، لكن هنا ايكوجينيك يعني هيموريتش يعني هاي فينا. ولو العيان قاعد ممكن تلاقي فلويد فلويد ليفل احمر، لكن فلويد فلويد ليفل اصفر، ده بقى البص يعني. تمام، دي قصه ثانيه. طيب رجعت بعد كده الانتروبستيريو ديامتر، نقيس على الاي لينس على الناحيتين، الكبسول نقيس طبعا يعني سبجكتيف يعني، والكلاريتي. يبقى عندك ثلاث حاجات بتقول ان في تروماتيك كاتاركت، اللي هي بقى العين البيضاء ايا كان السبب بتاعها، طبعا هنا هيبقى تروما. كابسولار ثيكنينج انترنال ايكوجينيستي، دي المفروض تكون جيت بلاك، وانكريز ذا انتروبستيريو ديامتر. يبقى كده رجعنا لقينا تروماتيك كاتاركت. رجعت اكتر من كده لقيت باي لاترال ممبرين ديتاتشمنت. الممبرين ده معدي فار انتيرور. فار انتيرور يعني ايه؟ يعني لو تخيلنا ان دي كده كلوك وايز، هنا الساعة 2 وهنا الساعة 10، الكرويد بتعدي الساعة 2 والساعة 10، ده مكان الاتاتشمنت بتاعة الريتنا اسمها اورا سيريتا. تمام، فعند الساعة 2 وعند الساعة 10 لو ريتنال ديتاتشمنت مش هتعدي المنطقة دي، لكن لو كرويدال هتعدي المنطقة دي، فده بالفعل عدتها خالص لقدام. تمام، اذا فهي كرويدال ديتاتشمنت نوت ريتينال ديتاتشمنت. ولما زودنا الجين وعمقنا لقطنا شوية فيتروس هيموريج، اللي قلنا مع الكورونيستي الديفرنشال بتاعه كرويدال ديجنريشن او استيرويد هايالوزيس. يبقى دورنا من تاني وتالت ورابع مهم جدا في الاوكيلار تروما، بتبص من قدام لورا على الايليد، على الكورنيا، على الانتيريور تشامبر، على البوستيريور سيجمنت، على فورين بودي او هواء في اي مكان فيها، على الديفرنت تايبس اوف ديتاتشمنت، ريتينال ديتاتشمنت اللي هو اتاتشد للاوبتيك ديسك، بوستيريور كورويدال ديتاتشمنت سي شيبد نوت اتاتشد، والبوستيريور فيتروس ديتاتشمنت، وبوستيريور كورويدال ديتاتشمنت اللي بتعدي الاورا سيريتا عند الساعه 2 و10، واللي ممكن بعد تروما او ممكن بعد عمليه جلوكوما. ثلاث تايبس اوف ديتاتشمنت، ريتينال ديتاتشمنت اللي هي الكيز رقم 64، بوستيريور فيتروس ديتاتشمنت الكيز رقم 65، كورويدال ديتاتشمنت الكيز بتاعتنا حاليا 66. دول الثلاث حالات بتوعكم، رجعوهم فيهم الديفرنت تايبس اوف تروما، ودي هنا متجمعه على بعضيها محاضره تروما، ودي هاو تو اكزامين العين حاله كلينيكال. ان شاء الله ارفع لكم اللينكات بتاعتهم، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.